طلابي درسنا شرحنا في الدرس السابق الحال، قلنا الحال نعيده مرة أخرى مراجعة. الحال اسم نكرة غير معرب بأل، بمعنى نكرة غير معرب بأل، مشتق بمعنى مشتق مأخوذ من الفعل، يعني نتصرف به نستطيع صياغته من الفعل، مثلا انتصر ينتصر منتصر انتصار. منصوب علامة الحركة لديه النصب. الآن نأتي إلى السؤال. لدينا سؤال يبين، يقول السؤال بين نوع الحال، بين نوع الحال في الجمل الآتية: نهضت من النوم مرتاحا، نهضت من النوم مرتاحا. كيف كان الوضع من النوم؟ مرتاحا، حالي مرتاح. هنا كيف كان الوضع من النوم؟ مرتاحا. هنا نوع الحال مفردة، نوع الحال كيف عرفنا؟ هنا مرتاحا، الحال نكرة غير معرب بأل، مشتق من راحة، هنا منصوبة بالفتحة، هنا نقول حال مفردة. الآن نأتي مثلا نهضت من النوم مرتاحا، هنا حال منصوب بالفتحة مفردة، نوعه حال مفرد. ثانيا الجملة الثانية تقول عاد زميلي والحقيبة معه، عاد زميلي والحقيبة معه، كيف عودت زميلي؟ والحقيبة معه. هنا عاد زميلي والحقيبة معه، نحن شرحنا في الدرس السابق قلنا الحال يأتي على أربع أنواع من أنواع الحال: حال مفرد، حال جملة فعلية، حال جملة اسمية، حال شبه جملة. الآن قلنا حال جملة اسمية يأتي بعد واو، يأتي جملة بعدها واو، مثلا فتحت الباب وأنا مسرور، هنا يقول عاد زميلي والحقيبة معه، والحقيبة واو، لدينا ما دام لدينا واو نقول جملة اسمية، لماذا؟ لأنه هنا واو حرف عطف، حقيبة اسم معطوف، هنا حقيبة اسمية وليس فعل، هل أتى هنا جملة فعلية؟ ليس أتت جملة فعلية، أتت جملة اسمية، نقول الحال جملة اسمية. الآن لمحت الزائرين مزدحمين على الرصيف، لمحت الزائرين مزدحمين على الرصيف، بمعنى رأيت الزائرين مزدحمين على الرصيف، هنا لمحت الزائرين، كيف حال الزائرين مزدحمين على الرصيف؟ حالهم مزدحمين، هنا حال منصوب بالياء، لماذا منصوب بالياء؟ لأنه جمع مذكر سالم، ونحن نعرف أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لهذا نقول لمحت الزائرين مزدحمين على الرصيف. لمحت فعل ماضي مبني على السكون، اتصالي بالتاء، أنا لمحت، أنا رأيت. الزائرين مفعول به منصوب بالياء، وهنا أتت ياء لأن الزائرين جمع مذكر سالم منصوب بالياء. كيف حال الزائرين؟ مزدحمين، حالهم مزدحمين، لذلك نقول مزدحمين مفرد، حالهم مفرد لأن حالهم مزدحمين، كيف كان حال مزدحمين؟ حال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. أقبل سردار يحمل كيسا كبيرا، كيف أقبل سردار يحمل كيس كبيرا؟ أقبل سردار يحمل كيسا كبيرا، هنا كيف أقبل سردار؟ يحمل كيس، يفعل يعني لديه فعل حمل الكيس، نقول أقبل سردار يحمل كيسا، هنا كيف أقبل سردار؟ يحمل كيس بمعنى يعمل، هنا ما دام لدي يعني لديه فعل، جملة فعلية يحمل كيسا، هذه الجملة يحمل، هذه جملة فعلية، حاله ما هو حال سردار؟ كيف أقبله؟ يحمل كيسا، هنا يحمل جملة فعلية، هذه الجملة في محل نصب حال. الآن لدينا أبصرت العصفور فوق الشجرة، كيف أبصرت العصفور فوق الشجرة؟ حاله فوق الشجرة، أبصرت العصفور فوق الشجرة، كيف حال العصفور فوق الشجرة؟ رأيت العصفور فوق الشجرة، هنا شبه الجملة في محل نصب حال. الآن نأتي يؤكل اللحم مشويا، يؤكل اللحم مشويا، يؤكل اللحم مشويا، كيف يؤكل اللحم مشويا؟ ما هو حال اللحم؟ مشويا مفرد، حال اللحم مفردة، هنا يؤكل اللحم مشويا، كيف يؤكل اللحم؟ ما هو حاله مشويا؟ هل
مطبوخا ليس مشويا، هنا حاله مفرده، واضح؟ الان هذا السؤال عن الحال. قلنا لدينا الحال من خلال تعريف الحال، نقول اسم نكره، اسم نكره منصوبا مشتقا غير معرف بأل. هذا موضوع الحال. الان لدينا سؤال اخر نقوم بحله ان شاء الله.